اوكي. فين هلا شو حاسس؟ اوه يا وجه الله. يا وجه الله. بشر لي بالمنديل. والله انا ماشي. بشر لي بالمنديل. انا بقول لك نعم. انا نعم. ثلاثة نعم. واشرح له عن حالتي واشرح له عن حالتي يا هي يا هي يا هي. في اوقات بهالبرنامج استاذ ناصر بحس حالي عم ضيع وقتي، هذه وحده منهم. شوف هذه المرونة في الجسم بهذا الشكل، يعني كل جزء من جسمك قاعد تشكله بقدرة عجيبة. كيف؟ أنا ما أعرف. اللي أعرف أنك أنت أدهشتني بهذا العرض، أحييك وأقول لك شكرا لك على هالعرض الجميل. أنا أشوف أنه نعم شوية عليك. نعم. وأنا كمان بحب العالم العربي عن جد يتعرف عليك. نعم. ثلاثة نعم. هلا نجوى كانت تحب هالقصص. ايه قوه، هيدي لا شك انه قوه، بس قوه معذبه للنفس للجسد. وهيك عن جد في عنف، يعني عم تعذب حالك بكل شغله، مش عم تعمل شيء بس تفرجينا قوه عضلات او عندك، بس بتفرجينا القدره على تحملك يعني، وهذا شيء صعب. أدعسك فوق تحت رجلي وأخفصك أخفصك لحدك ما تقول بس، لحدك ما تموت إن شاء الله يا رب. ما تستحي وجهك يا زق يا ملعون، الله يلعنك يلعن أختك رجلك يلعن أمك يا شيخ، يلع الله يلعنك يا شيخ، فو عليك يا زق. عندك قدرة ومرونة في أصابعك أنك تتحرك وتنتقل بطريقة كثير مدهشة، لكن ما وصلتني الحس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح بربية دينك بربية دينك. والنظرات المهم معينا اليوم في مواضيع ساخنة أحي. المهم بما أني أنا راح أعرض عليكم موضوع إدمان الإنترنت. أنا عملت باز هلأ بخبرك ليش، بس خلينا نعرف رأي نجوى اللي هي ضد الباز تبعي. عما يخص التكنيك وعما يخص طبيعتك وإحساسك، وفي محل بالنص كان في فت بمحل كأنه حسسني بك تفوت بشي كلاسيك، كان في نيوانس يعني نوع من الإحساس لحتى رجعت قلعت. كتير حبيتك.